بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان داتا اكسس. هنتكلم دلوقتي عن سوليوشن قوي جدا، وهو فكره استخدام الاس ام او او سيرفر مانجمنت اوبجكت، وهو خروجي من حاله السيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت لمايكروسوفت سيرفر مانجمنت، وازاي ادير سيرفرات من خلال ابلكيشن انا اللي عامله. في نقطه مهمه جدا من فكره الباك اب، وان كان الباك اب له طرق تانية مع الكلاينت وهنشوفها ان شاء الله. اقصد بالكلاينت هنا اللي هي الكلاينت سيرفر او السيرفر كلاينت نيم سبيس، ودي ان شاء الله هنبدا نشرحها بس مع انتهاء الجزء ده. يمكن ده اللي هنهي بيه الليفل الاولاني من الكونكت مود، وهبدا بعد كده ان شاء الله ديس كونكت مود، وبعدين لينك يو مع كل الاشكال بتاعه او الفيندورز بتاعه او اشكاله، من لينك يو تو اوبجكت، لينك يو تو اكس ام ال، لينك يو تو سيكوال، وان كان لينك يو تو سيكوال يعتبر ديبريكيتد دلوقتي. وهنبدا نتنقل بعد كده للانتيتي بالاربع اشكال بتاعها: كود فيرست، داتا بيس فيرست، ميديول فيرست، وبي او سي او او كود فيرست على بروجكت اولد سي ال ار اوبجكت. طيب تعالى نبدا مع بعض ونشوف احنا عايزين نعمل ايه النهارده. انا عايز اعمل الابلكيشن ده معاكم خلال الفيديو ده. ده ابلكيشن بيقرا كل السيرفرات اللي موجوده على الماشين بتاعي، يعني بيديتكت كل السيرفرات. لو اخترت اي سيرفر بيديني انفورميشن عنه، ولو اخترت السيرفر بيطلع لي الداتابيز في ليست هنا، والليست دي بتبدا تبني لما اختار الداتابيز تملا لي التيبلز، مع امكانيه ان انا ممكن اكريت نيو داتابيز واكريت نيو تيبلز، وامكانيه كمان باني بعمل باك اب او ريستور. تعالى نبدا مع بعض، نفتح فيجوال ستوديو تمام، ونبدا نعمل نيو بروجكت على الموضوع ده. تعال نعمل نيو بروجكت من نوع ويندوز ابلكيشن، وهبدأ اسميه اس ام او ديمو، اختصار يا شباب سيرفر مانجمنت اوبجكت. طيب انا محتاج مجموعة مكتبات لازم تكون موجودة عندي، مختلفة شوية عن المكتبات. يمكن انا عملت الديزاين ومخلص البروجكت، بس حابب اني اكوبي بس الديزاين علشان الوقت مش اكتر. تعالى كده نكوبي الكلام ده، وهبدا اعمل في البروجكت بتاعي نفس الستيج، وابدا اعمل بيست. ادي الكنترولز بتوعي موجودين هنا اهم. بمنتهى البساطه انا حطيت شويه ليبلز، وحطيت بوتومز، حطيت داتا جريد فيو، حطيتها جوه جروب بوكس، مجموعه تكست بوكس زي ما قلنا، وبوتوم ليبلز كومبو بوكس، وهبدأ أشتغل على الكلام ده. ممكن نعدل كمان خاصية الفورم بتاعي بحيث إن هي تبقى سنتر سكرين، وأشيل المينيمايز والماكسمايز علشان ما ينفعش نصغرها أو نكبرها، وأشيل الريسايزابل علشان ما ينفعش إن أنا أعدل فيها فخليتها فيكسل سنجل. هبدأ دلوقتي أبدأ أتعامل مع الموضوع ده. هيبقى في أبلكيشن تاني بس بشكل احترافي بره الموضوع ده، إن أنت ممكن تكون عملت أبلكيشن ونسيت تحط فيه الباك أب، فبتعمله في برنامج منفصل بيكونكت على أي داتابيز، ويبدأ يعمل لي باك اب منها على حسب استخدام العميل. وده طبعا ما بيبقاش غني عن فكره ان يكون عندي جوه السيستم بتاعي فكره الباك اب والريستور بشكل دايناميك، او حتى على حسب متطلبات العميل. تعال نبدا مع بعض نتكلم الاول عن شويه دي اللي انا محتاجها. احنا هنروح ناخد شويه مكتبات ضمن سيكوال سيرفر ونبدا نشتغل فيها في البروجكت بتاعنا. ايه المكتبات اللي انا محتاج ان انا اجيبها؟ هروح على سي، هندخل على بروجرام فايل، جوه بروجرام فايل هندور على حاجه اسمها سيكوال سيرفر او مايكروسوفت سيكوال سيرفر، هخش جواها وابدا ادخل جوه 11، ده الاصدار بتاع 2012 تمام. ببدا ادخل جواها، بلاقي عندي حاجه اسمها اس دي كي اللي هي سوليوشن ديفلوبمنت ديفلوبر كيت. ببدا ادخل جواها بلاقي عندي حاجه اسمها الاسمبلز، وهي دي مكتبات الدي ال ال اللي بتشغل سيكوال. طب انا محتاج لست مكتبات معايا في البروجكت ده. هبداهم الاول ب اس كيو ال كونكشن انفو، اس كيو ال كونكشن اكستندد، وبعد كده هبدا اخد اس دي كي فين، هاخد اس ام او وهاخد انم، يبقى كده اربعه في عندي اس دي كي اس اف سي تمام، وكده يبقى فاضل لنا واحده في الاكستندبل. فين اهي اس ام او اكستندد تمام. هم دول الست مكتبات اللي انا محتاجهم. تعالى حتى نعمل لهم كوبي
وممكن ابدا اعرفهم من خلال الابليكيشن بتاعي. يعني اجي في الابليكيشن كده وابدا ادخل على، انا حتى لو عملت لهم ريفرنس، يعني لو جيت دلوقتي وعملت اد ريفرنس عشان اضيفهم جوه الابليكيشن بتاعي لازم اعمل لهم اد ريفرنس. طيب تعالى كده نعمل اد ريفرنس، رايت كليك وهدخل على نفس الباص، هنا هعمل براوز بقى لاني هعمل هديله باص سي تاني، بروجرام فايلز سيكوال سيرفر 11 اس دي كي اسمبلي. تعالى نسلكتهم تاني عشان نشوفهم، كونكشن كونف واكستند الاس او والاس او اكستند والانم والاس دي كي 1 2 3 4 5 6 مظبوط، وابدا اقول له اد. بطبيعه الحال مجرد ما هقول له اوكي هما هيتضافوا في السوليوشن بتاعك، بمعنى لما اعمل بيلد للبروجكت واروح اقف على البروجكت ده واقول له ورهولي اوبن فولدر ان اكسبلورر، هبدا اروح للبن في الديبج بقى المفترض مع اول استخدام ليا في اليوزنج، هلاقي عندي مجموعه الايه المكتبات. تعالى نعمل بيلد تاني كده سكسيدد، تعالى نعمل ريفرش للوكيشن بتاعنا لسه، يبقى انا لسه ما استخدمتهمش. طيب تعالى نشوف هنستخدمهم ازاي. المفروض ان الحاجات ديت هي اللي بتعمل لي الكونكت، فانا هبدا اخش الاول على الفورم بتاعي وابدا هنا اعمل اليوزنج لمايكروسوفت دوت اس كيو ال سيرفر دوت مانجمنت دوت اس ام او، ده اول نيم سبيس يوزنج لنفس الكلام مايكروسوفت دوت اس كيو ال سيرفر دوت مانج دوت اس كيو ال انم دوت اس ام او، اسف دوت الانم بتاعي اس كيو ال انم. طيب اخر مكتبه معايا يوزنج، في مكتبات معتمده على بعضها فانا بحتاج ثلاثه بس، ده هتبقى يوزنج مايكروسوفت دوت اس كيو ال دوت مانج دوت كومر. تمام، دول الثلاث مكتبات اللي انا محتاجهم، وبعد كده هبدا اشتغل على الفورم لود. انا عايز في الفورم لود اول ما يتحمل المفروض ان الكومبو بوكس ده اللي هو اسمه كومبو سيرفر يبدا يتملى، فهاجي في الفورم لود وابدا املى الكلام ده. طيب انا بشتغل على فكره كاني شغال في داتا ايه، داتا تيبل. تمام، فهبدا اقول له انا عندي هنا داتا تيبل اسمها دي تي ايكوال، المفروض الداتا تيبل بتاخد حاجه من نوع داتا تيبل، بس انا ممكن اجي هنا واقول له اس ام او دوت او اس ام او ابلكيشنز على طول دوت انم، انا عايزك تعمل لي انيميريشن للافاريبلز سيكوال سيرفر، وده الميثودز اللي من خلالها بقدر اجيب السيرفرات اللي على المكنه اللي انا خران عندها. طيب باخد الكلام ده كوليكشن لان طبعا ديات بترجع لي من نوع من داتا تيبل، يعني انم فاريبلز سيكوال سيرفر دي بترجع من حاجه من نوع داتا تيبل، فاخدتها في داتا تيبل. طب ينفع الوب عليها؟ اه طبعا، فور ايتش انا هلوب بداتا رو، داتا رو علشان انا في كل مره جوه الداتا تيبل بشوف رو. خلي بالك بقى لان الاستراكشر هنا مهم قوي. خلينا نفتح الابليكيشن بتاعنا بسرعه كده، لو انا قلت لك دلوقتي ايه هي فكره الداتا تيبل، الاول لازم نبص على ان في حاجه اسمها داتا سيت. داتا سيت ديت حاجه زي داتا بيز ممكن تبقى موجوده جوه الميموري بتاعي، يبقى دي الداتا سيت. اي داتا سيت مكونه من حاجه اسمها داتا تيبل. طيب جوه الداتا تيبل في عندي داتا رو، تمام، وعندي كمان داتا كولوم. وعندي برضك داتا فيو. تمام، انا دلوقتي بقول له انا هلف جوه الداتا تيبل ديت على كل رو. كلمه على كل رو معناه ان انا اقول له داتا ايه، داتا رو دي، بس عشان اوضح لك فكره الداتا رو جت منين. طيب داتا رو
هبدأ اقول له مثلا الداتا رو ديت عبارة عن ايتم ان الدي تي دوت روز، يبقى الرو بتاعي كل رو عبارة عن داتا رو. طيب انا عايز اقرأ الداتا رو ده هعمل ايه؟ فهبدأ اقول له كومبو بوكس كومبو سيرفر دوت ايتمز دوت ايه دوت اد، هضيف فيه. طب انت هتضيف فيه ايه؟ هضيف فيه الدي ار اللي هو الايتم، تمام، اوف النيم، يبقى انا هضيف فيه اسف ايتم اوف مين، بيبدأ يقول لي الكولومز اللي انت عايز تشتغل بيه، او قول لي السترينج كولوم، انا عايز اسم السيرفر. فالسيرفر هنا اسمه ايه؟ او الكولومز اللي شايل اسم السيرفر اسمه ايه؟ نيم. بس ده بيرجع از اوبجكت، فانا لازم اقول له دوت ايه؟ سترينج، تمام، عشان اضمن انه ما يحصلش كونفليكت. بكده كاني بقول له اقرا لي كل السيرفرات اللي على الجهاز، بس جاست بس الكلمتين دول. تعال نعمل ران ونشوف القصه اخبارها ايه. لما بدات اعمل بيلد الموضوع وبدات ارن الابلكيشن، لو رجعنا تاني ليه نقفل بس ده ريفرش، اه طبعا عشان انا ما كبرتهمش اهم. بص، بمجرد ان انا عملت بيلد وران، بص اللي حصل، الست مكاتب اللي انا حددتهم هناك بداوا ايه يبقوا موجودين في السوليوشن بتاعي. طب نفتح كده، بيقول لي اه انت عندك حاجه اسمها سمارت سيرفر، وعندك حاجه اسمها سمارت بس اكسبريس، يعني ده عادي وده ايه اكسبريس. بدا يديتكت كل مين السيرفرات اللي عندي. طيب انا لما هختار سيرفر ايه اللي يحصل؟ عايزه يعرض بياناتها، يعني انا دلوقتي عايز اجيت السيرفر اللي انا اخترته. طيب الكلام ده هيحصل امتى؟ المفروض في حدث اللي تشينج اندكس سيلكشن سيلكت اندكس تشينج بالنسبه للكومبو بوكس ده. طب هضغط عليه دبل كليك ففتح لي كومبو سيرفر اندرسكور سيلكتد اندكس تشينج، هبدا اشتغل عليه. طيب انا محتاج اني اعمل هنا حاجه اسمها سيرفر، باخد اوبجكت من حاجه اسمها سيرفر، ده ضمن السيرفر هو كلاس ضمن مكتبه مانج اس ام او دوت سيرفر، تمام، اه يعني هو يعتبر تبع الاس ام او. طيب هاخد منه اوبجكت هسميه ماي سيرفر. طيب ماي سيرفر بيساوي نيو سيرفر، اه بس وانا بفتح القوس كده بتاع الكونستراكتور لقيت اوفرلود، انا كده هعمل سيرفر جديد ولا هجيب سيرفر؟ لا، هجيب السيرفر اللي اسمه كذا. في الكونستراكتور بتاعه ممكن ابعت له كونكشن، وممكن ابعت له سترنج نيم لاسم السيرفر اللي انا عايزه. طب ما هو السترنج نيم موجود في الكومبو بوكس، طب ما انا اقدر اقول له كومبو سيرفر دوت مين دوت التكست. بقصد هنا هات لي السيرفر، اعمل لي اوبجكت من السيرفر اللي انا هعطيك اسمه. طيب كويس قوي، بعد ما خدت الاوبجكت ده المفروض ان انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الف على كل الداتا اللي موجوده فيه عشان املى الكومبو بوكس التاني، تمام. طيب بمنتهى البساطه انا عندي فور ايتش، تمام. طيب انت هتلف على ايه؟ انا هلف على ماي سيرفر. طب هتلف على ماي سيرفر في ايه بالظبط؟ ما ماي سيرفر ده ممكن يبقى موجود فيه كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها، من اول الداتابيز، الاوديت، اللوج، السكيورتي، كل الحاجات دي. لا، انا عايز الداتابيز بتاعه، عايز مين؟ الداتابيز. يبقى اكيد هترجع بحاجه من نوع مين؟ داتابيز، تمام. طيب هي داتابيز ككلاس موجوده تبع مين؟ بص لي هنا كده لما بقف على داتابيز، الجو تو ديفينيشن بتاعت الداتابيز هتوديني فين؟ بتوديني عند سيلد كلاس المفروض انه تبع مين؟ ها، اس ام او اللي هو سيرفر مانجمنت اوبجكت، تمام، حلو قوي. طيب نرجع تاني للكود. طيب انا عايز اسماء الداتابيز دي، عايز مين؟ اسماء الداتابيز. وبرضك الداتابيز ديت لما احب اجيب اسمائها المفترض ان انا بجيبها في صيغه مين؟ في صيغه لوب. طيب هملك الكلام ده ازاي؟ تعال نروح للكومبو بوكس التاني، هو اسمه دا كوم داتابيز، تمام. تعال نرجع هنا وابدا اقول له اه انا عندي حاجه اسمها كومبو داتابيز، تمام، دوت ايتمز دوت اد. طب انت هتضيف لي ايه في الداتابيز ديت؟ هضيف المفروض ايتمز، الايتم دوت مين
دوت النيم، انا عايز الاسم بتاع، انا ممكن اجيب اليوزر نيم، ممكن اجيب الاونر، ممكن اجيب الافاريبل جروب نيم، كل الدنيا بتاعت الداتابيس، بس انا عايز النيم بس. تمام. طيب بعد ما هجيب النيم ده مثلا ضمانا دوت سترينج، هو كده كده هيرجع از سترينج، بس انا بس باكد على اساس تبقى متعود على فكره الدوت سترينج مع فكره الاوبجكت هنا. خلاص بعد ما عملنا الكلام ده المفروض ان هو ايه دن. طيب عايز اثبت لك ان السيرفر ده انا ممكن اجيب عنه شويه بيانات، زي افرض كده ان انا عايز اجيب، هقول له مسج بوكس مثلا عايز تعرض لي سيرفر ماي سيرفر بقى، لان انا كده مش هاخد اوبجكت، انا بالفعل اخدت اوبجكت ماي سيرفر دوت مثلا اديشن، انا عايز الاديشن. تمام. طيب ممكن اقول له وحط لي بعده بلس سلاش ان، وقول لي بلس ماي سيرفر دوت هات لي مثلا الفيرجن بتاعه. تمام. تخيل كده ان انا لما هعمل رن هختار سيرفر، فانا بقول له دلوقتي انا هختار سيرفر دوت، طبعا الديلي اللي بيحصل دلوقتي لانه بيديتكت مين السيرفر فبيتاخر شويه، هقول له سمارت، راح جاي قال لي سمارت ده عباره عن انتربرايز اديشن 64 اكس والاصدار بتاعه 11 اللي هو 2012. تمام. وبالفعل ملالي هنا مين؟ الداتابيز اللي جوه مين؟ السيرفر بتاعي فعليا. تمام. طيب ما دي ممكن استفاد بيها، يعني المسج اللي طلعت ديت انا ممكن ايه استفاد بيها. طب هستفاد بيها في ايه؟ تعالى بقى نكريت داتا نشتغل عليها في الكلام ده كله. انا عايز اعمل داتا تيبل في الميموري اديها للداتا جريد. خلي بالك الداتا جريد مش شرط ان انا اعرض حاجه من الداتا بيز، ده انا ممكن اكريت حاجه في الميموري واعرضها، بس الاول بعمل حاجه اسمها كرييت داتا تيبل، اللي هي داتا تيبل دي تي ايكوال نيو داتا تيبل. تمام. نركز بقى في اللي جاي، انا عايز اكريت جوه الداتا تيبل ديت اكريت كولوم، عايز اكريت ايه كولومز. تمام. فباجي اقول له داتا كولوم، الداتا كولوم ديت تبع داتا. تمام. طيب الكولوم الاولاني السي اي هنسميهم سي اي ايكوال نيو كولوم، طيب هيبقى اسمه ايه؟ خلي بالك هنا ممكن احط إيه اسم مين الكولوم بتاعي ده، هسميه بروبرتي، كاني بعمل كولوم بعرض فيه البروبرتي والقيمه جنبه. تمام. معنى كده ان انا محتاج برضو داتا كولوم سي 2 ايكوال نيو داتا كولوم، وابدا اقول له انا هنا هبعت مين الفاليو، يبقى انا هعمل بروبرتي وابعت لك الفاليو، كاني بعمل جريد للبروبرتي، وان كان في جريد للبروبرتي اصلا ممكن نشتغل بيها وهبقى اعمل لكم ان شاء الله عليها فيديو. طيب بدات ابدا بقى اضيف الكولومز دي لمين؟ للداتا جريد فيو، فهبدا اقول له دي تي دوت الكولومز دوت مين؟ اد، لانها كولكشن. طب انت هتضيف ايه؟ هضيف سي 1. شكرا. ونفس القصه لما اجي اقول له دي دوت كولوم دوت اد وابدا اضيف سي 2. تمام قوي كده. طيب عايز اعمل بقى روز، انا هنا عايز اعمل ايه؟ اد رو. طب هعمل الاضافه للرو ازاي يا شباب؟ هبدا اقول له دي تي دوت الرو على طول، ما انا بقى عندي استراكشر الكولوم دوت اد، هضيف ايه؟ هضيف الاول مثلا خاصيه النيم، يبقى بروبرتي للنيم. طيب هتجيب بقى الخاصيه منين؟ الفاليو بتاعها، خلاص كاني بقى عندي كي وفاليو، النيم هجيبه منين؟ هجيبه من ماي سيرفر دوت النيم، يبقى انا كده بقول لك اسم السيرفر بتاعي. طيب محتاج بقى ان انا اكبر الموضوع ده كذا مره كده عشان نبدا نشتغل على ايه؟ على كام بروبرتي. طيب بعد النيم في عندي مين؟ هقول لك مثلا البروتكت، البرودكت ده من انتاج ايه. تمام. برضك هاجي هنا بدل النيم وهقول له لا ده انا عايز ماي سيرفر دوت برودكت. طيب انا عايز هنا مثلا بدل النيم نقول ايه الفيرجن مثلا. حلو. تمام. يبقى انا هنا هاجي اقول له دوت مين الفيرجن. طيب خلينا نبص نشوف حاجة تانية ممكن نجيبها كمان دوت
اديشن مثلا الاديشن، وهاجي هنا اقول له ده الاديشن بتاعك. تمام. طيب بعد ما عملنا الكلام ده كله انا كده ضفت الروز دي كلها. تمام. طيب عايز اجيب كمان، تعالى نزود حاجتين كمان، ايه رايك نجيب عدد التيبل الداتابيز اللي عندي؟ فانا عندي هنا ماي سيرفر دوت داتابيز دوت الكاونت، هات لي العدد بتاعها. وفي الحالة ديت هنقول الاسم بتاعها number of database db. تمام. طيب ايه تاني ممكن نضيفه اليوزرز مثلا، عايز اعمل حاجة تطلع لي اليوزرز اللي عندي. طيب هاجي هنا وامسح الكلام ده واقول له دوت هات لي اللوج لوجنز دوت مين دوت الكاونت. ممكن اقول له كمان المود اللي انت بتشتغل بيه، يعني طبيعة المود اللي انت هتشتغل بيه، يعني ايه انت بتشتغل ويندوز اوثنتيكيشن ولا سيكوال اوثنتيكيشن. لو جينا هنا وقلنا له لوج، فانا عندي حاجة اسمها لوج مود دوت تو ايه دوت تو سترينج، وهاجي هنا واقول له ده هيمثل عندي لوج مود لوجين. تمام كفايه كده. تمام. عايز بقى اطلع الكلام ده كله، انا كده جهزت الداتا جريد فيو كاني بالظبط. بص الكود اللي اتعمل ده يا شباب عشان نبقى فاهمينه بسرعه. عملت الداتا جريد فيو، جيت في الميموري كده ورحت جاي قايل له احنا عندنا حاجه اسمها داتا جريد فيو، قال لي ماشي. رحت جاي مقسمها تو كولومز، واحد اسمه بروبرتي والتاني اسمه فاليو. حلو. بدأت اد رو، كل رو عبارة عن اسم في البروبرتي وقيمة في الفاليو، اسم وقيمة. طب بعد ما خلصت الكلام ده في الميموري هسلمه للداتا جريد فيو از داتا سورس. ازاي بقى؟ هاجي هنا واقول له داتا جريد فيو 1 دوت الداتا سورس بتساوي الدي تي، كأنها جاية من الداتا بيز بس انا اللي عملها. تعالى كده نعمل ران ونبدأ نشوف الكلام ده هيتم ازاي. بمجرد ان انا بس اختار السيرفر بتاعي هتبدأ الدنيا تشتغل معايا. ابدأ بس اختار السيرفر بتاعي، على طول هو راح جاي قايل لي انت شغال بالنظام ده والمود بتاعك وعدد اليوزر عدد الداتابيز اللي عندك الاديشنز، كل القصة بقت موجودة وعندي لستة بالداتابيز. طيب لما اختار مثلا حاجة زي نورث وين هنا، عايز بقى يطلع هنا التيبلز. تمام. يبقى انا هعيد الكلام ده، تعالى بس نشيل الكود ده، هنبدأ نحط الكلام ده في النقطة رقم 2. طيب انا بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل هوقف لحد هنا وابدأ اكمل معاك في البارت 2. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان تجيلك بقية الفيديوهات اللي بنعملها على القناة. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومة عندك، شوفها كده. اشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.